أسفر انفجار لغم أرضي ظهر اليوم الأحد بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل مغيلة من الجهة المطلة على منطقة عين زيان في معتمدية سبيبة من ولاية القصرين، أسفر عن إصابة شاب ثلاثيني أصيل المنطقة بينما كان يرعى أغنامه. وذكر المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الأغنية الشعباني في تصريح للأخبار أن المصاب تعرض إلى نزيف حاد وكسور خطيرة على مستوى الساقين، وأنه فور وصول الشاب المصاب إلى المستشفى الجهوي بالقصرين تم إدخاله على جناح السرعة إلى قاعة العمليات لإجراء عملية جراحية استعجالية له وإيقاف النزيف وإنقاذ حياته. هو الشاب يبلغ من العمر 34 سنة، يعني تعرض للانفجار اللغم، وكانت الإصابات على مستوى يعني الساعة حوالي ثانية ونصف بعد الزوال، وتعرض لإصابات خطيرة على مستوى الساق اليمنى والساق اليسرى، وتم يعني توجيه سيارة إسعاف على عين المكان بالتنسيق مع الوحدات العسكرية والوحدات الأمنية، وتم نقله إلى المستشفى الجوي بالقصرين، وتم إدخاله حين وصوله إلى المستشفى الجوي بالقصرين إلى قاعة العمليات لإجراء عمليات جراحية استعجالية نظرا لخطورة الحالة. الإصابات على مستوى ذو الساقين إن شاء الله ما نوصلوش للبطر، باش تكون عملية جراحية وتثبيت الكسور في الساق وفي ذو الساقين، ثم كسور ان شاء الله تثبيتهم ما يسمى بالفرنسيه والسيوسانتيز ولا فيكساتير اكسترن، وان شاء الله ما نوصلوش للبطر.